أهلاً أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب من الأراضي المقدسة، من عند بحيرة طبرية، بحيرة الجليل، بحيرة يسوع اللي شافت قوات وعجائب، سمعت يعني الناس اللي حول البحيرة أقصد سمعوا أجمل التعليم. المنطقة كتير كتير حلوة، لكن في أماكن تاريخية كتيرة، منها المجدل اللي جاءت منها مريم المجدلية، جبل أربيل حدثت معارك كثيرة مذكورة في كتابات المؤرخ يوسيفوس، وطبعاً البحيرة الجميلة وكل المدن اللي حول هذه البحيرة اللي كان بيخدم فيها الرب يسوع المسيح. طبعاً هذا الطريق اللي كان بيسلك فيه كمان الرب على فكرة لما كان بيروح للجليل أو المناطق الجنوبية. فإذا وين ما بتروح في الأراضي المقدسة بتشوف بصمات وأثار خطوات الرب يسوع المسيح. حديثي في هذه الحلقة من العظة على الجبل كلام يسوع، طوبى للجياع والعطاش إلى البر. ابقوا معي، سأعود بعد قليل.